أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم.